لذلك هل تشعر فرنسا بالندم لدعمها ما يسمى بالربيع العربي؟ لا شك أن عندما قام الرئيس ساركوزي بهذه المبادرة، وكانت مبادرة متسرعة وفردية إن صح التعبير، أخذها هو مع ناس من محيطه، طلعت بعض الأصوات إلى الخطر وإلى الحذر، والآن أصبح التاريخ يبرهن موقفهم. طيب، يعني وفي هذا السبيل ما هي